بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. نفتتح الجلسة بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام تفضلي. لا يجر متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة السيد صادق عيد الرحمة، سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة السيد جواد عبد الله عباس للسفر خارج المملكة. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مطبقة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذا تعتبر المطبقة مصادق عليها. ولدينا بيان بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين، الأخت الأمين العام. بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين. بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف الخامس من شهر فبراير من كل عام، يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى حفظه الله، معربين عن بالغ الاعتزاز وعظيم الفخر للمستوى الرفيع الذي بلغته قوة دفاع البحرين تسليحاً وتدريباً، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن جلالة العاهل المعظم حفظه الله، لتشكل قوة دفاع البحرين صرحاً وطنياً متقدماً يذود عن حياض الوطن واستقلاله وأمنه ومكتسباته. إننا في مجلس الشورى لنشير في هذه المناسبة بجهود معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، معربين عن بالغ التقدير لما سطرته قوة الدفاع من منجزات وما بلغته من مستوى متقدم وفق أسس عسكرية حديثة والتزامها بالثقافة العسكرية الحقة والروح المعنوية العالية، بما يجعلها على قدر حمل أمانة المسؤولية وشرفها تلبية لنداء الواجب في الذود عن الوطن وقضايا الأمة، مستذكرين شهداء الواجب الأوفياء من منتسبي قوة دفاع البحرين وتضحياتهم إعلاء لراية الوطن. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور علي الحداد تفضل. شكرا معالي الرئيس. بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين التي تصادف هذا اليوم وهو من حسن الطالع، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد العام حفظه الله، فإنه من دواعي الفخر والاعتزاز بهذا الصرح الوطني والطود العظيم الذي وصل إلى مستوى رفيع بناء وتسليحا وتدريبا، وذلك بفضل توجيهات ورعاية واهتمام سيدي صاحب الجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه الذي أرسى قواعد هذا المشروع وشيد أركان هذا الطود الشامخ والسور المنيع والحصن الحصين الذي باطنه فيه الرحمة، وهو أننا في الحقيقة لسنا طلاب حرب ولكن دعاة سلام، نحمل بأيدينا غصن الزيتون وبأيدينا حمائم السلام، ولكننا بركان مزلزل وقاهر لمن تسول نفسه العبث بحياض هذا الوطن، كما نبارك لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الذي أرفدها وأمدها بأعلى درجات الكفاءة والاقتدار والجاهزية والرقي، مما جعلها أي جعل مملكة البحرين
تنافس في تألقها وتطورها جيوش العالم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور عبد العزيز العجمان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، الأخوة الأعضاء، شرفنا في هذا اليوم العزيز على نفوسنا جميعا، هذا اليوم الوطني المجيد الذي يجسد تاريخ وتأسيس قوة دفاع البحرين التي هي صرحا من صروح دعائم هذا الوطن المجيد. وبهذه المناسبة نحن نعتز بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين في جميع المستويات العسكرية، سواء كان منها التدريب أو التسليح في مختلف الأسلحة، صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية. وأن هذا المكان التي تبوأها قوة دفاع البحرين تجسد العطاء المتميز لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد نائب القائد الأعلى ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، الذين يبذلون كل جهد مع أخوانهم ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين للمسيرة بهذا الصرح وبهذا الركب المعطاء الذي برز دوره في جميع الواجبات المسندة له مع أخوانه الأشقاء في دول مجلس التعاون وقوات التحالف. وهذا يدل دلالة واضحة على أن قوة دفاع البحرين هي قوة دفاعية مسالمة، هدفها السلام ونشر الأمن والطمأنينة. ولقد أشاد بها ويشيد بها القوات المسلحة في دول العالم لمواصلة إليه من مستوى رفيع في جميع المستويات على كافة الأصعدة العسكرية والتدريبية والكفاءة. وهذا يوم من أيامنا الوطن، من أيامنا الوطنية التي نعتز بها ونفخر كرجال قوة دفاع البحرين. السلام عليكم. شكرا جزيلا. الأخ عادل المعاودة تفضل. في هذا اليوم حقيقة أود أن أشارك في شكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذه قوة دفاع البحرين منذ تأسيسها بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله قائد الأعلى، وكل من ساهم معه منذ التأسيس إلى يومنا هذا. وأذكر حقيقة بنعمة الله عز وجل، فنحن نجتهد جدا في قضية التنمية وقضية البناء وقضية الاقتصاد والاجتماع، ولكن لبنة أساسية هي الأمن. لذلك قال من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد أصبح وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن من كلام النبوة بدأ بالأمن، فالعافية والاقتصاد وكل النعم لا تسوى شيء بدون أمن. لذلك تأتي أهمية الأمن وتعزيز الأمن والتكاتف والتعاون في بناء أمن البلد. وهذا نحن نرى الناس يتخطفون من حولنا رغم الخيرات والأموال والاقتصاد، ولكن انعدم الأمن فانعدم البناء. فلذلك والله عز وجل قد امتن قديما على قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولولا الأمن الذي نزل على مكة لما ازدهرت مكة الازدهار التي ازدهرت فيه. لذلك الأمن قضية الجميع ومسؤولية الجميع، ونحن حقيقة نشكر ونفخر بهذه القوة
التي ساهمت أي مساهمة في بناء هذا البلد وتوفير الأرضية القوية للبناء. ويطيب لي معالي الرئيس أن أرحب أيضا بسعادة وزير الإعلام في هذه الجلسة، الشاب الذي مع إخوانه وأخواته في الحكومة الذي نأمل منهم خيرا كثيرا، نسأل الله أن يوفقهم لخدمة هذه البلاد، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. الشيخ أحمد تفضل. معالي الرئيس، أود إضافة بالنسبة لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل المؤسسات العسكرية في المملكة، وهذا يوم عزيز علينا، وأنا كعسكري سابق من مؤسسين قوة الدفاع، وأتمنى لسيدي جلالة الملك المعظم بالصحة والعافية وسنين عديدة، وكذلك سيدي سمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وسيدي صاحب المعالي المشير خليفة بن أحمد في هذا اليوم العزيز. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. ننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخت الأمين العام تفضلي. الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، اختار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم رقم 78 لسنة 2022. اختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار. الأخ المقرر الأخ طلال المناعي. أطلب طال عمرك تثبيت التقرير في المضبطة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد 1 و2 الفقرة الرابعة و9 و31 و32 الفقرة الثانية و33 الفقرة باء و52 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار. وجاءت المادة الثانية بإحلال عبارات جديدة محل بعض العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون المشار إليه، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. الهدف من المرسوم بقانون ومبررات صدوره: يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين، وحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة من خلال تنظيم الأحكام على النحو
الذي يضمن المحافظة على هذه الآثار لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة البحرين وحضارتها. علاوة على ضرورة منح جهة متخصصة المسؤولية كاملة عن حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في المملكة باعتبارها تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها كعنصر من عناصر التراث العالمي للبشرية جمعاء، بما يتطلب الأمر منح الجهة المختصة بحماية الآثار كافة الصلاحيات والاختصاصات على وجه السرعة دون ما تأخير أو التقيد بالإجراءات المعتادة لإصدار التعديلات التشريعية في ظل ما تتضمنه القوانين النافذة من تعطيل لعمل الجهة المختصة قانونا حفاظا على إرث مملكة البحرين العقيق من الآثار، بالإضافة إلى سرعة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بحماية الآثار لحملهم على القيام بواجباتهم المنوطة إليهم على وجه السرعة، وتفاديا لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل عمل الجهة المختصة وموظفيها من القيام بواجباتهم في حماية الآثار. رأت اللجنة ما يلي: أولا، تتولى الجهة المختصة بحسب المرسوم بقانون الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها أو في المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عن ما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي البحر الإقليمي، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بمرسوم رقم 10 لسنة 2015 الذي إناطة لها بأن تباشر كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الثقافة والآثار المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع إلقاء دور وزارة الإعلام في هذا الشأن توافقاً مع نهج مملكة البحرين في فصل وتوزيع الاختصاصات الموكلة إلى الجهات الحكومية والوزارات، بما يحقق تحديثاً وتطويراً لدور كل منها، علماً بتبعية هذه الهيئة لمجلس الوزراء مباشرةً من الناحية الإدارية والفنية والمالية طبقاً لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 10 لسنة 2015 بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، ويكون لرئيس الهيئة في ممارسة صلاحياته سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح طبقاً لنص المادة رقم 4 من المرسوم، إلا أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2022 بتاريخ 22/8/2022 باعتبار وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والأثار. ثانيا، تفعيلا لهذا الدور الذي أناط بهذه الجهة المختصة بالأثار وحدها مسؤولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني والحكم بأهمية كل أثر وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون، فقد أجاز هذا المرسوم بقانون حقها في أن تقدم اقتراحا لرئيس مجلس الوزراء بأن يصدر قراره لأسباب فنية أو تاريخية باعتبار أي عقار أو منقول أثرا إذا كانت الدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني، أي حتى ولو لم يمر عليه 50 سنة ميلادية حتى يعتبر أثراً وفقاً لما نص عليه القانون. ثالثاً، أعطى المرسوم بقانون أيضاً لرئيس الجهة المختصة بالآثار أن يطلب استملاك أي عقار أو منقول واعتباره أثراً، وذلك بصفة مباشرة دون تقديم طلب إلى أي جهة أخرى، أي إلقاء لدور وزير الإعلام ودور وزير الإسكان في هذا الشأن، وذلك في حالتين يمكن حصرهما على النحو التالي: الحالة الأولى حالة الأثر الثابت الذي يوجد في أراضي مملكة البحرين وملزمه من عقارات للمرور والتجميل فيتم الاستملاك وفقاً لأحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم 39 لسنة 2009، أي نزع ملكيته للمنفعة العامة واعتباره من أملاك الدولة أثراً، التي حماها القانون بسياج حصين
على أن يتم نزع ملكية هذا العقار وفقا للدستور والقانون بمقابل عادل وفقا للقواعد التي حددها قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة. الحالة الثانية، حق استملاك أي أثر منقول يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض مالي، تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 51 من قانون حماية الآثار. رابعا، تبلغ الجهة المختصة بالآثار قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى الجهة المعدنية بالتسجيل العقاري، وذلك للتأشير به في السجل العقاري واعتباره من أملاك الدولة العامة أثرا، كما تبلغ به أيضا أصحاب تلك الآثار على أن ينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية. يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك عدم جواز هدم العقار كله أو جزء منه أو التصرف فيه أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليه أو استملاك الأرض أو العقار ذاته. أما الأراضي المتاخمة للأرض التي اعتبرت أثرا فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة بالآثار وحدها، فأصبح لهذه الجهة سلطة مباشرة على الأرض التي اعتبرت أثرا وعلى الأرض المتاخمة لها، وذلك حفاظا مال الآثار من خصوصية واستقلالية وما يلزم ذلك من المرور والتجميل. سادسا، منح هذا المرسوم بقانون صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بناء على قرار يصدر من وزير العدل باتفاق مع رئيس الجهة المختصة على أن تحال المحاضرة الرسمية المحررة إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه. توافق هذا التعديل مع نص المادة 3.2/45 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 46 لسنة 2002 التي نصت على أنه يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائرهم واختصاصهم، ويجوز بقرار من وزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. فوفقا لهذا التعديل فقد أصبح للموظفين حاملين صفة الضبطية القضائية الحق في تحرير محاضر لها صفة رسمية إذا ما أصدرت أي مخالفة من أي شخص للقانون وارتكب جرائم متعلقة بالآثار، وعليه يجب أن يصدر قرار الجهة المختصة التي أنعطى لها القانون في الحق في إحالة المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي مباشرة إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها بحالة المحضر الرسمي المحرر إلى المحكمة المختصة جنائياً لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المواد رقم 46 47 48 49 و50 من هذا القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. سابعا، أكدت التعديلات على ضرورة التزام التشريعات الحديثة بما توافقت عليه جموع الشعب منذ صدور الدستور الحالي لمملكة البحرين بتاريخ 14/2/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية بالتاريخ ذاته في عدد خاص رقم 2517، وبناء على ذلك فإنه يجب أن تعدل جميع قوانين البلاد التي يرد فيها ذكر عبارة دولة البحرين إلى عبارة مملكة البحرين، وبناء عليه تحل عبارة مملكة البحرين محل عبارة دولة البحرين الواردة في المادة 12 ومحل كلمة البحرين الواردة في المادة 35. وطبقا لما تم تعديله من اختصاص وزير الإعلام وإحالة تلك الاختصاصات إلى رئيس الجهة المختصة، فقد ترتب على ذلك أن تحل عبارة فلرئيس الجهة المختصة محل عبارة فلوزير الإعلام
الواردة في المادة 19، وعبارة لرئيس الجهة المختصة محل عبارة لوزير الإعلام الواردة في المادة 21، وعبارة الجهة المختصة محل عبارة وزارة الإعلام الواردة في الفقرة ها من المادة 33، كما تحيل عبارة رئيس الجهة المختصة محل عبارة وزير الإعلام أينما وردت في المواد في مواد المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الأثر. ثامنا، صدور المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور في 31 أغسطس 2022 خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب بعد فوض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 أغسطس 2022 طبقا لما أوجبته المادة 38 من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملا بنص المادة ألف على 33 من الدستور. ختاما، تؤكد اللجنة أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره وتوصي بالموافقة عليه. أعطي الكلمة إلى رئيسة اللجنة على رمزي فايز. شكرا معالي الرئيس، وبداية أيضا أحب أرحب بسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام، وأيضا صاحب المعالي الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، ونرحب فيهم في مجلس الشورى معنا في هذا اليوم. وبس حبيت أكد على ما جاء في تقرير اللجنة أنه هذا المرسوم صدر لتنظيم قطاع الأثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين والحماية كل ما يتعلق بشؤون الأثار في المملكة من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على هذه الأثار. وفضلاً عن أنه هذا المرسوم اللي هو مرسوم بقانون محل التعديل قد مر على صدوره ما يجاوز 25 سنة، فالأمر الذي يتطلب معه إدخال تعديلات منصوص عليها في مشروع المرسوم بقانون، وذلك لتحديث التشريع بما يتواءم مع قوانين السلطة القضائية والتشريعية النافذة، وأيضا هذا يتعلق بتمكين موظفي الهيئة أو الجهة المختصة بالقيام بمهام عملهم تفاديا لما قد تشكله النصوص القائمة من تعطيل لعمل الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الأثار، وهو أيضا ما يتماشى مع المراسيم التي نظرها المجلس في جلساته السابقة والخاصة ب تمكين الجهات المختصة إن كانت وزارات أو هيئات من القيام بعملها في ظل التعديلات الوزارية الأخيرة. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة جهاد الفاضل تفضلي. بداية لابد من تسجيل كلمة تقدير لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسا ومنتسبين، فهم الأمناء على تاريخنا وعلى تراثنا، ويحملون في حقيقة الأمر هذه الأمانة بكل إخلاص، فشكرا لكم. معالي الرئيس، عندي استفسارين إذا ممكن. في المادة الثانية تم اعتبار الوثائق التاريخية والمخطوطات على أنها آثار، فبالتالي سؤالي هو ما هو موقف الهيئة من الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الثمينة الموجودة لدى رجالات البحرين المخلصين واللي له عندهم متاحف شخصية أنفقوا عليها من مالهم، فيعني حابة أعرف ما موقف الهيئة، وأيضا هل يوجد إطار بالتعديل التشريعي يمكن أن يقنن نشاط المتاحف الشخصية؟ هذه السؤال الأول. السؤال الثاني جاء أو بالنسبة للمادة 52 واللي تمنح موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي، بعد ما بحثت وجدت أن تم تفعيل هذه المادة بصدور قرار رقم
57 لسنة 2021 وجرى تخويل 5 موظفين. فالسؤال، هل 5 موظفين كافي يعني في الهيئة لضبط المخالفات؟ لأن شفنا في الجهات الحكومية الأخرى العدد أكبر، فما أعرف إذا هذا العدد كافي بالنسبة للهيئة أو لا. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتور محمد علي الخزاعي تفضل. معالي الرئيس، نحن أمام مرسوم بقانون بشأن الآثار الذي بيّنت اللجنة الموقرة أن الهدف من المرسوم بقانون ومبررات صدوره هو تنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين. إن المبرر الأساسي لصدور المرسوم هو حماية الآثار وتنظيم الجهة المشرفة عليها، ولم يرد في متن المرسوم بقانون أي روافد أساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين. واقع الحال ينبئنا أن هيئة الثقافة والآثار بصفتها الجهة المشرفة على حماية وصيانة الآثار لا تفرض رسوما على زيارة المواقع الأثرية، اللهم إلا رسم دخول بسيط عفوا لمتحف البحرين الوطني يقدر بنصف دينار. ومتى ما علمنا أنه لو كان العدد الإجمالي لزوار المتحف هو 10,000 زائر سنويا، فإن المبلغ المتحصل من زيارة المتحف هو في حدود 5,000 دينار، وهذا المبلغ المتواضع جدا لا يمكن اعتباره رافدا أساسيا للمدخول غير النفطي الذي يقدر بمئات الملايين من الدنانير والذي تعتمد عليه ميزانية المملكة. لذا وجب التنويه، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأخ فؤاد الحاجي تفضل. نحن مع المرسوم، وخصوصا من الناحية التراثية، إلا المرسوم بقانون يحافظ على المباني التراثية والأماكن السياحية، لأن أنا بس بذكر بسوق المنام سيد الرئيس، ولا يجب المحافظة عليها وعلى عراقتها باعتبارها أقدم سوق في الخليج العربي. سيد الرئيس، أنا أتكلم عن سوق المنام القديم اللي حد شارع باب البحرين من الشرق، شارع المحساء من الغرب، شارع الشيخ عبد الله من الجنوب، شارع التجار من الشمال. هذا هو السوق القديم اللي معروف بعراقته وأزقته وطرقاته والبضايع اللي تباع فيه، من سواء كانت من بهارات أو من مصنوعات ومشغولات بحرينية أو ملابس. هذا هو السوق القديم واللي يجب المحافظة عليه يعني، والتفتيش الدوري، لأنه بدأ يفقد طابع الأصلي اللي كان يميزه، وهو منطقة جذب سياحي وتسوق إلى الآن إلى أخواننا من دول مجلس التعاون وإلى السواح الأجانب. يعني عدد الوافدين يوميا إلى هذا السوق أكثر من عدد اللي يزورون المجمعات التجارية. هذا من جهة. من جهة أخرى سيد الرئيس، أنا بتكلم عن المباني التراثية والتي صنفت ضمن التراث، الدولة لها يعني مشكورة على المحافظة عليها حتى تبيان الأثر العمراني على مدى التاريخ وتطور البناء أو الصانع البحريني
في مشغولات هذه المباني. لكن سيد الرئيس، يعني خلال 25 سنة من صدور المرسوم الأول إلى الآن، عدد كبير من المباني والبيوت ضمنت ضمن البيوت التراثية. يعني كم عدد البيوت والمباني التي عوض أصحابها لما دخلت ضمن التراث؟ الأخ جمال فخرو، تفضل. شكرا سيد الرئيس، وأنا في الحقيقة بدوري أتوجه بالشكر للإخوان في وزارة الإعلام والإخوان في هيئة البحرين للثقافة والآثار على مجهودهم كبير في الحفاظ على آثار البحرين. سيد الرئيس، في الحقيقة عندي سؤال واحد محدد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وتحت بند مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون، ذكروا التالي: تتمثل مبررة إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون في كونه قد جاء لتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي لمملكة البحرين. نفس الناس أخذوا الأخوان في اللجنة. فسؤالي هو: ما هي التعديلات التي تمت على هذا المرسوم لزيادة موارد الدولة غير النفطية؟ أنا في الحقيقة أراها جملة ليس لها يعني مكان في هذا المرسوم. التعديلات لم تمس شيء أساسي في المرسوم الحالي، اللهم استبدال دور الوزارة بدور الهيئة، استبدال مش عارف في يعني أمور كلها شكلية في الحقيقة، استبدال التسجيل العقاري بالهيئة الجديدة وأهل المجرة. لم أجد في الحقيقة مادة واحدة في المرسوم تبرر ما يقوله الإخوان ليكون أحد الروافد التعديل ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي. فأتمنى من الإخوان في الحكومة واللجنة أن يوضح لي هذا الشيء. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد، تفضلي. طبعا أنا أتفق مع ما سبقوني في الكلام من أهمية أيضا تنظيم هذا القطاع بالنسبة للهيئة المعنية في التراث والثقافة، باعتبار أنها هي أحد مبررات أيضا صفة الاستعجال، هي التعديلات التي تمت فيما يتعلق بالهيئات والتي بناء عليها صدرت مسألة التسميات. وأيضا ورد في المبررات الاستعجال أن هذا المرسوم كان يعني مضى عليه 25 سنة، وبالتالي فعلا في نصوص من المواد خاصة المتصلة بتنظيم من يتولى الإشراف على هذه الهيئة كهيئة. ثانيا بالنسبة لموضوع الضبطية القضائية، أتت أيضا بما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية التي حدد فعلا عمل المعنيين في مسألة الضبط القضائي، بالإضافة إلى من يخولهم في هذه السلطة. فبالتالي فعلا يعني مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بعض المواد اللي راح أشير عليه بشأنها، واللي هي تفترض أيضا أن احنا ننظر فيها كتعديل على أساس أن هي لاحقا تتضمن بما يتماشى مع أيضا هذا التعديل. بلا شك أن عندما أورد في مقدمة أو مبررات أهداف المرسوم كان منها أن هذه الآثار تعتبر باعتبارها كآثار ترتبط أيضا بأمور السياحة، هي من مصادر الدخل الغير نفطية المتمثلة في مسألة الترويج لها تاريخيا لتاريخ البلد، للزوار اللي يقصدون البلد في هذا الشأن. وإحنا نعلم تماما أن عدد من الدول التي هي بطبيعتها ليست نفطية كانت السياحة هي العنصر الأهم في تقوية اقتصادها الوطني. فهذا المرسوم بتنظيم آلية الجهة التي سوف تتولى حماية الآثار، وبالتالي كل ما حافظت على أي أثر موجود ولم يتم يعني استكمال إجراءاته، أو أثر سيكتشف سينقب عنه سيتم العثور عليه ويسجل ويقيد. وإحنا نعلم أن مملكة البحرين لها من الآثار ما هي مقيدة على المستوى الدولي بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، أيضا تكون مقصد لمن يأتون للبحرين خاصة من الأجانب ليكونها أحد معالم السياحية والأثرية والثقافية في البلد.
طبعا نقدر جدا الجهود التي بدأت هيئة الثقافة العمل بموجبها حقيقة، أيضا حتى بالاطلاع على موقعها الخاص والفعاليات والأنشطة والترويج عن الآثار الموجودة في البحرين. هذه أحد المعالم السياحية اللي احنا نشوف أن الدول المجاورة انتعشت سياحيا بسبب وجود مثل هذه الآثار. سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير العام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، بداية ودي أعبر عن اعتزازي اليوم أني أكون في أول لقاء بيني وبينكم في هذا المجلس المبارك، وحاب بداية أيضا أني أبارك لسيد جلالة الملك وسيد سمو ولي العهد ولصاحب المعالي المشير خليفة بن أحمد الخليفة على عيد الجيش وذكرى تأسيس هذا الصرح المبارك درع الوطن الأمين. فيما يتعلق طال عمرك بموضوعنا اليوم اللي هو موضوع المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022 اللي جاء معدل لقانون حماية الآثار الصادر بتاريخ أو برقم 11 لسنة 1995، فأعتقد أنا أتفق مع معظم المداخلات اللي جاءت خصوصا فيما يتعلق بأنه هو جاء لم يعدل الكثير من المواد الموضوعية. في الحقيقة هو جاء ليعدل بعض الأمور لتداركها، كان المفروض تعدل من سنوات، مسائل شكلية مثل قوانين ألغيت في السابق فيها القانون الساري كان في ذاك الوقت يحيل إليها مع أنها ملغية، جهة غير معنية بشكل مباشر بتناول مسألة التراث والآثار كان وزارة الإعلام كانت هي المختصة وفقا للقانون باختصاصات متعلقة بحماية الآثار رغم وجود هيئة مختصة بموجب القانون تباشر هذه الاختصاصات. فجاء هذا المرسوم في الحقيقة لتعديل أوضاع كانت المفروض تعدل من يعني فترة قبل ذلك، وأعتقد هذه هو السبب الحقيقي للاستعجال كان في ما يتعلق بإصداره بأداة المرسوم بقانون أو الأثر المباشر اللي هو أراد أن يحققه هو تعديل الأوضاع لتوفيقها مع الأوضاع القانونية الحالية. ولكن أيضا أنا لا أختلف مع تحليل لجنة الخدمات فيما يتعلق هناك بطبيعة الحال أثر غير مباشر، إذا كان هناك في تعطيل للتشريعات بسبب عدم إشارتها للقوانين النافذة بشكل صريح وعدم إشارتها للجهة المختصة بشكل صريح، فذلك لابد أنه سيؤثر على مردود الدولة من خلال الثقافة والآثار اللي هو لا يكون فقط من خلال تحصيل رسوم على الخدمات اللي تقدمها هيئة الآثار بزيارة المواقع الأثرية، ولكن بتنشيط السياحة بشكل عام. فالناس اللي يجون عشان يزورون آثار البحرين بهذه الحقيقة هو دعم من قطاع الآثار للاقتصاد الوطني فيما يتعلق ب المردود غير النفطي بالنسبة للاقتصاد الوطني. إذا تسمحون لي أيضا أشير إلى نقطة النقاط اللي أثيرت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، فبداية ودي أشير إلى السؤال تفضلت به الدكتورة جهاد الفاضل بما يتعلق بالمتاحف الشخصية والآثار اللي يتملكونها بعض أصحاب المتاحف الخاصة. لا شك أن التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص بحماية الآثار يجب أن يكون دائم ويجب أن يكون مستمر. هذا على في كل العالم، لا يمكن أن هي الدولة تحتكر امتلاك القطع الأثرية. إذا أهم شيء أن يكون كل شيء تحت ضوء القانون، سواء كان في بعض الأشياء تكون ملكية ناس لأنهم يجمعونها ويجتهدون فيها وينمونها، وهذا الشيء ما ودنا أن احنا نمنعه، ولكن طبعا الآثار والقانون الحالي لحماية الآثار ينظم بشكل واضح هذه العلاقة بأن أي شخص يكون عنده قطعة أثرية يعرضها على 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 الجهة المختصة، في الحالة هي بتكون هيئة الثقافة والآثار، ليسجلها ضمن القطع الأثرية اللي لها حماية قانونية معينة. وحتى الدولة
لها أولوية في شرائها إذا حب هو يتصرف فيها. فهذه يعني باختصار ممكن يكون الرد على النقطة اللي تفضلت فيها الدكتورة، وموجودة منظمة حاليا في القانون، نحتاج أن نستمر في العمل بها ونزيد فعالياتها بإذن الله. الأخ علي الشهابي تفضل. شكرا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير، وأشكر الحضور أصحاب السعادة على زيارتهم اليوم. تعتبر الآثار إرثنا وتاريخنا واحد الروافد التي نعول عليه للمدخول غير النفطي، فحمايتها واجب وطني. من خلال منحها إلى الجهة المختصة ومنحها الضبطية القضائية للجهة والحماية هذا الإرث، ولا ننسى مدى أهمية هذا الإرث في جذب السياح على المستوى العالمي. وتاريخ البحرين يمتد إلى أكثر من 4000 سنة تتالت عليها حضارات مختلفة ميزت البحرين عن دول الجوار، فالسائح يكن اهتمام إلى تاريخ البلد الذي يزوره والمعالم الأثرية والحضارات على ناطحة السحاب التي تتوفر في جميع دول العالم. والاستثمار في الآثار مهم بالأخص في هذا الوقت لتنشيط السياحة وخلق فرص عمل على هذا القطاع الصاعد وتعريف العالم بصور الحضارة البحرينية. ونتمنى تنظيم معارض ومهرجانات سنوية تكون في أحد القلاع مثل اللي شاهدناها سابقا مثل قلعة عراد، وكانت في مهرجانات كانت كل البطايق سولد اوت، يعني ما كنا نحصل يعني فرصة أن نحضرها. فنتمنى تكرار التجربة. مشكورين في مسرح الدانة ويستقطب مغنيين ومهرجانات كبيرة، بس بعد نعطي لا ننسى الجانب التراثي، يعني قلعة البحرين قلعة عراد بيكون يعني نسوي مثل بحرين نايت أو شيء يعني يكون جميل يعني حق البلد. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الدكتورة ابتسام الدلال. شكرا معالي الرئيس، وأيضا نرحب بسعادة الوزراء وزير الإعلام وسعادة وزير التجارة وأيضا رئيس هيئة الثقافة والآثار. أيضا أود شكر خاص إلى رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة زملائي الذين أسهبوا الحقيقة في مناقشة هذا المرسوم، مرسوم 34، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 95. وأشير هنا أيضا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 بأن يكون وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بخصوص هيئة الثقافة والآثار. طبعا أنا أؤيد هذا الموضوع تماما، إلا أنني لدي رأي خاص بالنسبة إلى هذه القضية، وهي أن تكون هذه المرحلة التي تمر بها هيئة الآثار الآن هي مرحلة انتقالية إلى أن تكون أن تستعيد حقيبتها الوزارية السابقة. لماذا يعني فكرت في هذا الموضوع؟ نظرا لأهمية الحيوية والكبيرة جدا التي طلع بها هيئة الآثار هيئة الثقافة والآثار بموضوع الهوية الثقافية الوطنية، والتي هي إحدى مكونات الهوية الحضارية، بالإضافة إلى الدور الذي تطلع به في موضوع الاستثمار الثقافي. وقد شهدنا خلال السنوات السابقة تقريباً 10 سنوات السابقة كان هناك فعلاً نشاط ثقافي كبير في البحرين ومستمر هذا حد اليوم. وأستذكر في هذا الموضوع الاستثمار الثقافي في الأطفال والشباب وفي جميع فئات المجتمع. وبالنسبة إلى الشباب هناك برنامج أعتقد الجميع يعرفه، هو موضوع تاء الشباب، برنامج تاء الشباب اللي يعني صار يعني تقريبا أيقونة في دعم المشهد الثقافي في البحرين من خلال البرامج المتجددة والمتنوعة والأشياء الثقافية التي كانوا يقدمها. وبالتالي انفتاح أيضا هذا يعني دعم انفتاح شباب البحرين على ثقافات العالم،
وصار عندنا فئة شبابية في البحرين كبيرة جدا مهتمة أيضا بالشأن العام بسبب هذه البرامج. أيضا أشير هنا إلى تأسيس المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي اللي تأسس في البحرين عام 2012 بناء على اتفاقية ما بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومملكة البحرين. الدكتور أحمد العريض تفضل. شكرا الأخ سيد الرئيس عن الموضوع، وشكرا طبعا للحضور من الوزراء، وشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير والذي عودتنا عليه سابقا لجنة الخدمات. الموضوع الذي أثير عن الإرث التاريخي للبحرين، نرجو من المسؤولين خصوصا وهم موجودين معنا أن يتذكروا أن الإرث التاريخي ليس مرتبطا بالجزيرة فقط، فهناك إرث بحري هام اعتمدت عليه البحرين لقرون، إذا لم أقل آلاف السنين، وهو إرث حضاري يجب أن نحافظ عليه. فالفشوت الموجودة في البحرين كلها إرث وكلها مسجلة في دائرة الطابو سابقا، فشت العظم، فشت التيبل، فشت، وكلها مناطق سياحية، مناطق مرجانية، مناطق استخراج اللؤلؤ. هذه المناطق يجب أن نحافظ عليها. صحيح السياسة تدخلت وكثير من هذه الأشياء يجب أن نهتم بها. هناك كثير من المعارك التي خاضها الحكومة الخليفية وانتصرت فيها ومواقعها معروفة. لا زالت معركة واترلو منطقة التي انتصر فيها الإنجليز محافظين عليها، فلماذا لا نحافظ على إرثنا التاريخي الحضاري البيئي؟ هذه الفشوش يجب أن نحافظ عليها، وهي كبيرة واسعة بوسع البحرين وبحارها، فأرجو أن يهتم المسؤولين كذلك في هيئة الآثار هذه المواقع تزييها، وكثير منها يوجد لها وثائق في البحرين وقد ذكرتها في أحد كتبي، فيجب أن نحافظ على هذا التاريخ والإرث لأجيالنا القادمة، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر طبعا موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وإن كان لي عتب بسيط إذا أذنت لي معالي الرئيس فيما يتعلق بالمذكرة الإيضاحية من هيئة التشريع والرأي القانوني. عادة يعني تكون مذكراتهم يعني مفصلة، هالمرة نجد بين المذكرة ثلاث فقرات، ولكن كذلك أود أن أشيد بالمذكرة التي تم إعدادها الإيضاحية التي تم إعدادها من هيئة المستشارين، حيث كانت وافية وكافية وقارنت بين المرسوم الذي صدر قبل 28 عاما والتعديلات الواردة في هذا المرسوم. معالي الرئيس كذلك اسمح لي أن أضم صوتي لك بالترحيب بأصحاب السعادة الوزراء، وكذلك أن أشيد بهيئة الثقافة والآثار وخاصة رئيسها معالي الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله وسعادة المستشار وفريق العمل، وهي هيئة كفوءة بها صراحة كفاءات استطاعت يعني أن تستكمل المسيرة التي كذلك أجدني أيضا أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ خمي على ما قامت به، وإن شاء الله الفريق الموجود وفي خلال فترة بسيطة كذلك نقل الهيئة نقلة نوعية. نحن اليوم أمام مرسوم يصدر بعد 28 عاما، يهدف هذا المرسوم كما بيّن تقرير اللجنة إلى تنظيم قطاع الآثار وإلى المحافظة على الآثار، ونأمل دائما أن تكون للآثار أو يكون للآثار النصيب الأكبر في أن تكون رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني، وأي دولة وأي أمة لا تفتخر بآثارها ولا تبرز آثارها لا تكتسب احترام العالم. والحمد لله مملكة البحرين من الدول التي بها مواقع وضعت على التراث العالمي، ومملكة البحرين يعني استثمرت في هذا القطاع،
وبالتالي أجد أن المرسوم الذي أوجد جهة مركزية يناط بهذا العمل قد أصاب في ذلك. طبعا المرسوم كذلك تناول جوانب فنية هامة، أتصور بأنها تم معالجتها في هذا المرسوم، ابتداء موضوع الضبطية القضائية، وكما نعلم لكي نستطيع أن نحافظ على الآثار وأن نفرض لها حماية يجب أن يتمتع العاملين بهذا القطاع بالضبطية القضائية، سواء كانوا يعملون في هذا القطاع أو يمكن مثل ما ذكر سعادة وزير الإعلام يتم التعاون أيضا والتنسيق مع قطاعات أخرى. موضوع أجده مهم أيضا تناوله المرسوم هو موضوع الاستملاك، وحسنا فعل المرسوم بأنه أناط بالجهة ابتداء أنها هي الجهة التي توافق ثم تنسق كما ورد في القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. نتمنى طبعا كل التوفيق والنجاح إلى الهيئة في تنفيذ هذا المرسوم الهام، ونتطلع إن شاء الله أن تكون البحرين دائما وأبدا منار أو منارة بتاريخها العريق وبآثارها الموجودة، دائما منارة تستقطب الذين يتطلعون لكي يعرفوا جزء بسيط من تاريخ البحرين، وأكيد أنا مع تقرير اللجنة. شكرا. شكرا جزيلا الدكتور محمد علي حسن، تفضل. شكرا معالي الأخ الرئيس، وبعد أيضا الشكر للجنة الخدمات على تقريرها المتميز، وأيضا الشكر موصول للوزراء ورئيس هيئة الثقافة والآثار. أنا في الواقع عندي بس يعني سؤال أطلب استيضاحه. في المرسوم في المادة 9 نص المرسوم على لرئيس الجهة المختصة أن يطلب استملاك أي أثر ثابت، وكذلك في المادة أيضا أي أثر منقول، يعني يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب استملاك هذه الأنواع من الآثار، الأثر الثابت والأثر المنقول، بينما في المادة 9 من نفس المرسوم، المادة 33، عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، بينما أجاز استملاك الأراضي المتاخمة لهذا الأرض وهذه العقار. أنا أريد أعرف بس إذا كان ممكن استيضاح ما هي الحكمة والهدف من عدم جواز استملاك الأرض ويجوز استملاك الأراضي المتاخمة، هل هناك في سبب من هذا الأمر؟ شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا الدكتورة فاطمة الكوهجي، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. أنا صراحة عندي تقريبا تساؤلات يعني بسيطة، إن شاء الله سعادة الوزير رد علينا. في حال اقتناء أي شخص على قطعة أثرية، هل هناك مكتب مختص للكشف على هالقطعة هذه؟ على أساس إحنا عارف إن مثل ما قالوا الأخوان إن في ناس كثيرين عندهم مثل متاحف خاصة في بيوتهم، بس إذا شخص يريد إنه هو يتبرع به مثلاً، هل هناك تحفيز للناس على أساس إنه يتبرعون ويكون مكتب مختص يكشف على هالقطعة الأثرية، يحدد عمر القطعة ومصدر القطعة من وين جاية؟ بعدين النقطة الثانية، احنا نعرف ان المناطق الاثرية في البحرين لانها اثرية، فطبيعة الحال مناطق السكانية بنت على هالقلاع ولا هالمناطق الاثرية، هل هناك اهتمام بهالمناطق السكنية بحيث ان لما السائح يروح مثلا قلعة من القلاع، بالإضافة لأنه يستمتع بالمنطقة الأثرية فيستمتع بالمنطقة المحيطة بهالأثر الموجود ولا بالقلعة؟ فأنا أحس أنه من المهم جدا يكون هناك اهتمام بهالمناطق الشوارع ولا يعني اللي تأدي على ما نبي يعني كثر، ولكن أظن يعرف الوزير أنا قصدي شلون، ليش أبي أقول كذي، مثلا شجرة الحياة. النقطة الثالثة إني حق المرشدين السياحيين، مهم جدا إن إحنا نكون عندنا مرشدين سياحيين يكون عندهم طبعا الثقافة اللازمة اللي في أثناء حوارهم مع السواح، الثقافة هذه تعطي طبعا إنه هو مختص، بالإضافة إلى اللقاط. إحنا اليوم عندنا ما شاء الله من الشرق والغرب نشوف سواح في البحرين، وأنا عارف إن هناك في شباب بحرينيين يتكلمون لغات الشرق سواء اليابانية ولا الكورية وهذه،
فهل المرشدين السياحيين عندهم هاي اللقاط على أساس إنه في وقت إن هم يعني يتحاورون معهم يعرفون يوصلوهم معلومة بلغتهم؟ شكرا. شكرا جزيلا الأخ عبد الله النعيمي، تفضل. أولا نبارك لسيدي صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ذكرى مرور 55 سنة على تأسيسه قوة الدفاع وسعيه الدؤوب وجهده الدائم لبنائها وتطويرها على مدى هذه السنين حتى أوصلها إلى مصاف أرقى الجيوش تجهيزاً وتدريباً وكفاءة قتالية. ونثني كذلك على جهود صاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى الذي ساهم منذ توليه مهامه الرسمية في هذه الجهود وسعيه المشكور في البناء والتطوير وقيادته الحكيمة في هذه المسيرة المباركة. ونسأل الله لهم العون والتوفيق وأن يمد بأعمارهم ويديم عليهم الصحة والعافية وأن يديم الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان. كما نهنئ معالي القائد العام على قيادته وإدارته المستدامة وإشرافه الدائم على تطويرها وتدريبها ورعايتها والوصول بها إلى أرفع الكفاءات القتالية المتاحة في جميع الصنوف والأسلحة. كما لا يفوتنا أن نهنئ إخواننا وأخواتنا الضباط والأفراد وتتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم. ونترحم على شهدائنا الأبرار وندعو الله أن يحفظهم، أن يحفظ ما استخلفوا الله فيه من مال وولد ويبارك لهم فيهم ويتولهم برعايته ورحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. معالي الرئيس، مداخلتي هي بخصوص قانون حفظ الآثار أو المحافظة حماية الآثار. الحقيقة أنا قريت القانون لما شفت الحيثيات أحداها مرور 25 أو 28 سنة على إنشاء هذا القانون، فتمنيت أن تقوم هيئة الحقيقة هيئة التشريعات والرأي القانوني بجهد أعمق في البحث في هذا القانون وتطويره، لأن ظهرت عندي نقطة هي لماذا لم يرد في تسلسل الإجراءات لحماية الآثار تسجيله في اليونسكو مثلا، لأنها هي الهيئة الدولية العليا في حفظ الآثار كإجراء. يعني أنت تأقفلت عنه، في بعدك بيون، هي المسألة لازم توثق في قانون. تفضل اقرأ التوصية لو سمحت. شكرا معالي الرئيس. توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والأمر معروض على المجلس الموقر باتخاذ اللازم. الموافقون نداء بالاسم. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة سيدة جلال بوكشيت، سعادة الشيخ أحمد الخليفة، سعادة الدكتور أحمد العريض، سعادة الدكتور بسام البن محمد، سعادة سيد خالد المسقطي، سعادة سيدة دلال الزايد، سعادة سيد رضا منفردي، سعادة سيد طارق الصفار، سعادة سيد طلال المناعي. موافق. سعادة السيد عادل العسومي، سعادة السيد علي الرميحي، سعادة السيد فؤاد الحاجي، سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، سعادة السيدة لينا قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا إلي خضوري، سعادة السيدة هالة فايز، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة السيد هشام القصاب، ومعالي معالي السيد علي الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع. شكرا. شكرا أخ طلال.
على كل أخوان هذا المرسوم لا يعدل، إنما يوافق عليه بالموافقة أو بالرفض. أنتوا الآن وافقتوا عليه، فإذا في هناك أي تعديل على هذا المرسوم يستطيع كلا المجلسين سواء كان الأخوة في النواب أو مجلس الشورى أن يتقدم باقتراح لتعديل ما ورد في هذا المرسوم. وأنا أعتقد أن التعاون إن شاء الله قائم بيننا وما بين الأخوة في هيئة التراث والآثار، والله يعينهم إن شاء الله على حمل المسؤولية. ومشكورين اليوم على هذا الحضور، وأيضا مشكورين على هذا الشرح الطيب، مشكورين ومشكور سعادة الوزير. إذن مشكور، الله يسلمك. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج شركة مساهمة بحرينية المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975. طلب تثبيت التقرير في المطبطة. الموافقون على تثبيت التقرير في المطبطة. أغلبية موافقة. قبل أن يقرأ التقرير الأخ المقرر الدكتور بسام، نود أيضا أن نوجه التحية إلى سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على حضوره هذا المجلس، وأيضا الشكر موصول إلى مرافقيه على حضورهم. ونأسف احنا أخرناهم شوية اليوم، ولكن إن شاء الله ننتهي من هذا الموضوع بأقرب فترة أو أقرب زمن ممكن. تفضل. شكرا معالي الرئيس. تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانونية المعدة بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حوله بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لملاحظات ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي حول المرسوم بقانون. يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على أن تعدل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية والنظام الأساسي المرفق بها على النحو المرافق لهذا القانون، ونصت المادة الثانية على إحلال عبارة مملكة البحرين محل عبارة دولة البحرين أينما وردت في اتفاقية تأسيس البنك بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية والنظام الأساسي المرفق بها، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم بقانون كما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني في أن الحاجة العاجلة والملحة قد دعت الاستحداث بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية شركة بحرينية مساهمة والنظام الأساسي المرفق بها، وذلك رعاية لحقوق ومصالح مساهمي البنك الممثلين بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن طريق الجهات السيادية المعنية التابعة لها، وتحقيقا لغايات تأسيس البنك الذي نصت ديباجته على أنه قد تم إنشاؤه إدراكا من حكومات الدول الموقعة لأهمية استثمار بعض أموالها في مشروعات مصرفية تعود عليها بالنفع والازدهار، وتعويلا على ما توافقت عليه إرادة ورغبة المساهمين من تعديل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة بحرينية مساهمة والنظام الأساسي المرفق بها فيما يخص مدة الشركة لتكون مدة الشركة غير محددة، فضلا عن استحداث أحكام تواكب متطلبات العصر بما يضفي عنصر المرونة في ممارسة المساهمين لحقوقهم وصلاحياتهم فيما يتعلق بشؤون البنك عملا بمبدأ صون الملكية الخاصة الذي أرساه الدستور، ونظرا للطابع المالي لأغراض البنك وأنشطته التي تتطلب سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، فقد تم التقدم
بطلب استصدار التعديلات على اتفاقية تأسيس البنك والنظام الأساسي المرفق بها بصفة مستعجلة لتلافي ما قد يترتب على تأخير قرار الجمعية العامة غير العادية من إضرار بمصالح المساهمين وخاصة المصالح الاقتصادية التي تحتاج إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة لها تحقيقا للهدف من تقريرها. وبعد تبادل وجهات النظر بشأن المرسوم بقانون انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية، حيث روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته المادة 38 من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون حال غياب المجلسين بتاريخ 15 نوفمبر 2022 وتم إيداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 17 نوفمبر 2022، وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جلالة الملك المعظم، إذ أن مدى توافر هذه الحالة الملجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة 33 ألف من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم في تقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها، فإن المرسوم بقانون يكون قد صدر مستوفيا شروط المادة 38 من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه، وتأسيسا على ذلك فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته وتوصي بالموافقة عليه. شكرا جزيلا. سعادة الوزير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني ويشرفني أن أتواجد وياكم اليوم في مجلسكم الوقر، وأعبر عن خالص شكري وتقديري لمعاليكم وأصحاب السعادة الأعضاء، سعادة رئيس اللجنة، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والأعضاء الموقرين على ما بدوه من تعاون بناء ومثمر بين وزارة الصناعة والتجارة واللجنة أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975. معالي الرئيس، حاب أعطيكم نبذة بسيطة عن المرسوم، حيث أن التعديل نص على عدد من التعديلات. أولا تعديل شكلي، وذلك باستبدال مسمى دولة البحرين بمملكة البحرين أينما ورد في الاتفاقية والنظام الأساسي. وثانيا التعديلات الموضوعية اللي هما تكونون من أربعة. أول واحدة تم تغيير مدة الشركة، حيث كانت سابقا 50 سنة وتنتهي في عام 2025، وأصبحت في هذا التعديل غير محددة. ومنح التعديل الجمعية العامة للشركة سلطة صرف مكافآت إضافية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل استثنائي دون النظر لحساب الأرباح والخسارة، وفقا لما يسمى بسياسة مخصصات المجلس، وذلك لاستقطاب الكفاءات الإدارة إدارة البنك، حيث أن الفقرة الأولى من المادة تربط مكافآت بحساب الأرباح والخسائر ولا تتعدى 10% من صافي الربح. وثالثا السماح بانعقاد اجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية بالإضافة لإمكانية التصويت الإلكتروني، وذلك تنفيذا لحكم المادة 204 من قانون الشركات التجارية والقرار رقم 63 لسنة 2021 بشأن تدابير اجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة. وأخيرا النقطة الرابعة هي نفاذ التعديلات المستقبلية على اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على ألا تتضمن التعديلات مخالفة للأحكام والقوانين أو الأنظمة المعمول بها بدولة المقر، وذلك فيما عدا المواد 2 و9 و10 من اتفاقية التأسيس. شكرا معالي. أحد لديه مداخلات؟
طيب اذا انا عندي انا الحقيقه عندي مداخله، حبيت بس الاخ الوزير اذا ممكن يشرحها لنا. انا اقول تعديل النظام الاساسي لهذه المؤسسه الاقليميه التي تملك من خلال الدول، هل هذا الاقتراح اللي انتم قدمتوه الان بمرسوم بقانون هل أتى من هذه الدول كجمعية عمومية أم أتى من مجلس الإدارة أم أتى من دولة البحرين جمعية عمومية؟ يعني انعقدت جمعية عمومية وهذا هو مخرجات الجمعية، فإذا معناته بأن ما أقر هو قرار جمعية عمومية. طيب بس مشكورين. إذن أعتقد أن المرسوم واضح واتخذ من قبل الجهة المعنية اللي هو الجمعية العمومية إلى المؤسسة، وبالتالي سعادة الوزير شرح لكم الأربع نقاط اللي تفضل فيها. والآن إذا ما في أي نقاش أعتقد التوصية هي توصية معالي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي شركة مساهمة بحرينية المرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975. شكرا. إذن نأخذ رأيكم في المرسوم. النداء بالاسم، الأخت كريمة تفضلي. شكرا معالي الرئيس. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة سيدة جلال ببشيت، سعادة الشيخ أحمد محمد الخليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريب، سعادة الدكتور بسام بن محمد، سعادة السيد رضا منفردي، سعادة السيد رضا فرج، سعادة السيد طارق الصفار، سعادة السيد طلال المناعي، سعادة السيد عادل العسومي، سعادة السيد عادل معاودة، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة السيد عبد الله النعيمي، سعادة الدكتور علي الحداد، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا إلي خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة السيد هشام القصاب، سعادة الشيخ أحمد الخليفة، وليحي الباقي مايو. إذن الأغلى معالي السيد علي الصالح. إذن أنا موافق، إذن الموافقة بإجماع الحاضرين. على كل بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.